بجد اقسم بالله. طب بصي التليفون غرق ازاي. يلا يا شاه هات لي اجيب البطاريه. لا دي شيلها بايش، شيليها وحطي. يلا شيل وحط ايه؟ شيل دي وحط بتاع دي. يلا تعال هديها كده لحسن يشرب مي. حطي بقى ال سيبيها. خشي بقى هات له الغضب بتاعه. يا عم رقمك هتلاقيه ما كانش مسجل، لاني في ارقام غريبه بتتصل بينا، ما بتبقى من على ال ايه يا امل. انت رميت الطوبة اللي كنت حطها يا هدية. روح هدية. هدية فين؟ طب يلا ده دي عايزة ياما طوبة تكون عرض البتاع. طب يلا ماشي سيبيها بقى. بقدرها بقى مش بجربها. قولي احنا سخنا الاكل عشان ما يبردش. سامعة يا ايه؟ ايه؟ غطى على قد ايه بالظبط بتاعها عشان مفيش دخان يخش فيه. يطر يطر، عارفه ان الدنيا بتيطر. بنتي برضو ليه بنتي بقى دوخة مش مولعة؟ هو الخشب. امال هو الخشب ايه؟ لازم يطلع ولع ودخان. لا ما هتعمل حاجة ممكن هي العموم هي غلية تاني. هي كده هتغلى من الزيت. طب ايه يعني؟ الفول اهو يا ولاد. الفول اللي حطاك ما سخنه لحست له بيفور. ده فهم دلوقتي ما نسيبه على القلعه دي ونقعد هيستوي لوحده من غير ما تحط ملح تحته. قوم من جنب. قوم من جنبه يا سوسه. يا جنب ايه مش فيه؟ احسن تستاهلي. غرد المكان برضو دخان وراه. تهلاها جات لي هنا. انت بس هسد ليه؟ يابا بتتحرك الولعه من تحت. انا بعد الولعه من تحت. بقى بلدي بتعملي فيا. لا بقول لك ايه فكك. انا ما عملتش مقالب. انا بقول لك بحرك الولعه من تحت عشان اظبطها من فوق. عشان الشوربه تستوي وانزلها. دقاك ايه؟ دقاك ايه؟ ادوقي هي كده خلاص. دوق الشوربه. دوقي شوفي انت ولا لا. دوقي ايه يا شباب؟ ادي جزات اللي ما يسمعش كلمه ما تقولها. حسن فاتت لحظه. في حسن لا الا الله. لا انا شايفاها من بدري في قلبي. كدابه يا وسخه. والله العظيم شفتها بالصدفه اقسم بالله. بالصدفه يا رب. بقالها ساعه بتقلب ما شايفهاش. اشتريتها. والله انا شايفاها من بدري. يا عيني سامعين يا ولاد؟ يعني كانت من ابوها. دي طف دي طفصه. يردوكوا تاكل من ابوها؟ كلت من ابوك يا اختي. بصوا الدخان ماشي ورا. تشد المعلقه كده تيجي الدخان يجي وراها. تشد المعلقه تيجي الدخان كده يجي وراها. الدخان اصلا طالع من كل ناحيه. بص الدخان راح هناك. بص انت كنت جايه تقعدي هنا. قال لك يا شاده انا جاي لك هنا اهو. يا حبيبي اقعد بقى جنب. الله يهدك. لا ما يهدوش. خلي الشعر عشان تعرف تعمل اكل. في حته كمان. بصي لو الولعه اتهدت مش هنعرف نعمل اكل. بتقول لي ايدك انت حطيتها على الشبكه. بتقول لي ربنا يهد. مش تاني. هي دي بس. حط قد ايه حاجه؟ كبيره وبيضه. حط اتنين. حط اربعه. بطلي. خدي مساحتها لك وراحتي بغير نوع ايه. لا ما تكتفاش غير ما تكون قاعده جنبي. ايه بس عشان مش هبسمك. مش هبسمك تاني. ايه ماشي خلي ايه تقعد جنبي.
ودي ايه؟ يا ايه بتكتب النون الكبيره قوي يا ايه وتقفل الشرطه بيها. لو سخنة السخنة تعرف نشرب منها كده نزليها بقى. يا سخنة من جهة سخنة يا سخنة. ده غلي كمان تصدقي؟ حتة رفيعة الناحية التانية. هنا؟ اوه. ملا. يا جماعة الدخان مش رحمة وهي بدك بتاكل، هي مش رحمة نفسية. عايزة استطع من الشرب بعيد مش عارف. وتقول لك ايه؟ هموت. تعالي يلا ياما كده غليت. طب خد الفوطه اهي يلا نزلها اهو وسخن الكسكسي يلا. شوفي دي شوفي الاول كل هناك ده كده مين حطيه يسخن اول كده عايزين نسخنهم ونفضهم عشان الحلقه دي كانت على القناه عشان ما نوسخش كل الحله كلها نفضهم في حاجه ونسخن دول لوحدهم على في قلب الحل ماشي عادي انت فاهمه انا بقول ايه ماشي فاهمه هاتي يا شادي الصينيه اما نحطهم فيه ده يا ولاد ده ايه اللي احنا بنسخنه ده ايه كسكسي وعاملينه الساعه كام بالليل الساعه كده كام 12 بالليل دي يا جماعه بطن شهد اللي غلت عليها هي ومحمود مغلب الناس بياكلوه بايه بسكر وبلبن احنا بقى بناكله بلحمه لان بنحط عليه سمنه بلدي نغنغه سمنه بلدي وبناكله بالسمنه البلدي صح نجيب الرطل سمنه نسيحه ونفضهم عليه ماما قلت لك هات سمنه فضهم فيه بتبقى بقى وجبه كامله متكامله بقى بعده حمري كمان شويه لا هات سمنه فضي فيه لا دي عليها شوربه من امبارح وحاجات دي لو انت جيتي كمان شويه تقولي عايزه شويه شويه بسكر مش عارفه تاخدهم بسوق عرفتي كمان يجي انت اللي مش فاهمه سيبي دول ما نسخن كله عشان اللي عايز ياكل ياكل مين ما انا بقول لك انا عايزه احط عليهم شويه كسكسي سكر هي احنا ذكاء ولا انت بس ما تعرفين النبي على فكره لو حطينا شويه حلبه يطلع من تحت بابا انا عارف لو حطينا كوبايه الحلبه هتطلع نعناع كل واحدة تحط على الكوباية بتاعتها بتاع نعناع بيبقى ميكس يعني ولا ايه؟ هو يا عم قولي بقى لا قولي انا اقول لا ليه بس تكون نظيف ولا جايباها وسخة؟ والله ايه؟ نظيفة طب ما وسخة كانت مغطية بقى الكسكسي دي جوه ودي دي كانت وسخة انت كنت غطيها بقى من قعريها طب عاملاها كده حرام عليكي بقى من قعرها منين انا اللي مغطيه بيها انت هتخترعوا يا بنتي امسكي حطها لي على السوق ما فضلها كسكسي يا ماما ماما والله العظيم هديك المعلقه دي تاني امسحها يا هدير بالفوطه دي يا ماما هو يا عم ماما انتوا ماما عاملين الوم في الشنطه
يلا سخن فضة عشان تحط شوية تمين. شوف بيدخن ازاي. اه بقى هو بيدخن كده. تحط شوربة وحتة اللحمة وتلهطه. الشوربة وحتة اللحمة وتلهطه. كلهم فضي يسخنوا كلهم عشان ايه لو استنوا لبكره حتى يبقى احنا ايه مبخرين في مره. شو الاخرين دول بيبقى فيهم سمنه كتير. فيهم شوربه سمنه دول كانوا لوحدهم دي كلها سمنه. لا بقى شويه سخنين من دول سيبك دول سيبك دول حط شويه سخنين منهم فضهم على دول. لا هاتي هنا كده. لا تليفونك اشتغل خدي. تعالى خدي تليفونك وشغلهول. انا لسه بقول لك اهو. اللي كان مرقد ده كله كان سمنة. ويقولوا رميتوا حل السمنة البرد في قلب المواعين امبارح تحطها تغسلوه. ما انا دخلت الكسكوت ودخلته في الفرن. ندخل الحاجات امبارح حضوه. طب حطي هدير خشبتين عشان ما تطفيش. حطي يا ام حاضر خشب قدامك الصغار هناك دي دخلها روح دفع جوه كده جوه بقى خالص. اه شغاله اهوت يا بنتي. مسكي بقى كده. خايفة ادينا تنطر على بطلين ومش خايفة ادينا تنطر على اكل اللي انت بتعمليه ده هم. اها وريني كده. روح هدومك يا حاجة. هاتيها هاتيها اجري. اللي قدامكم دي كوكتيل هبالة. دي كوكتيل هبالة. مش اديها كده مش هضرب تعالى اعملها ايه. كنت احمد ربنا انا كانت لابسه بندينة. كنت شفت العور كنت شفت القرعة قرعة. ده انا شعري حرير. you
حول الله.